أعتقد أنه هذا من المواضيع الذي يتعين أن نأخذه في سياقه العام، في السياق المرتبط بالدعم المباشر. المشكل هو أن الدعم المباشر الذي يظل فكرة مهمة، ولكن في التطبيق ديال هذا الدعم المباشر مثل ما هو الأمر، وسأقول ذلك في الندوة، مثل ما هو الأمر أيضا بالنسبة للتغطية الاجتماعية، هناك نقائص عديدة وهناك ثغرات كبيرة في المستفيدين. فعندما لا تستفيد من الدعم المباشر لأن الولوج إليه صعب، وبالإضافة تتحمل الزيادة في البوطة، فهذا الأمر يثقل كاهل فئات عديدة من شعبنا، ويطرح مشاكل على مستوى حماية قدرتهم الشرائية.